نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، افتتح سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران اليوم معرض البحرين الدولي للطيران في دورته الخامسة في قاعدة الصخيرة الجوية. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السمو وكبار المسؤولين بالمملكة من مدنيين وعسكريين وضيوف البلاد. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على الرعاية السامية واهتمام ودعم جلالته اللامحدود لهذا المعرض والحدث الدولي والنجاح الباهر الذي يضاف إلى النجاحات السابقة التي حققها المعرض في الدورات السابقة منذ بداية انطلاقه. وقال سموه إن توجيهات جلالته حفظه الله من خلال رؤية جلالته الثاقبة كانت حافزا للظهور بهذا المعرض الهام بأفضل المستويات وإبراز هذا الحدث الدولي وتبوئه المكانة العالمية التي تليق بهذه الرعاية السامية والتي أسهمت في نجاحه والمشاركة الدولية الواسعة فيه. وأشار سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران أن معرض البحرين للطيران يعبر عن كل ما تمتلك البحرين للإمكانيات والخبرات في صناعة المعارض، حيث يجمع نخبة من قطاع الطيران العالمي في بيئة رفيعة المستوى لإجراء الصفقات التجارية والتواصل بين شركات الطيران والمستثمرين، إلى جانب اكتشاف الفرص للأفراد والشركات على حد سواء. وبعد حفل الافتتاح قام سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة بجولة في ساحة العرض يرافقه كبار ضيوف البلاد وممثلو كبريات الشركات المشاركة في المعرض، حيث طلع سموه على أحدث الطائرات العسكرية والمدنية وأجهزة الملاحة الجوية والأنظمة الجديدة المتطورة في عالم الطيران والخدمات المساندة والترويج. كما زار سموه مكاتب العروض والترويج للشركات والمكاتب المشاركة في المعرض. وفي ختام الجولة توجه سموه بالشكر والتقدير لسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران على الجهود المتميزة التي قام بها من أجل إنجاح هذا المعرض والحدث الهام على أرض مملكة البحرين. كما توجه بالشكر لكل المنظمين والقائمين على تنظيم معرض البحرين الدولي للطيران وما ظهر به المعرض من تنظيم راق وتسخير كافة الإمكانيات للمشاركين والضيوف والوفود المشاركة وزوار المعرض.